تيار الوطن الحر كان وبعده ورح يضل تيار الأوادم. شباب وصبايا التيار المناضلين عارفين إنه المرحلة مرحلة صعبة، وهن بخيارهم قرروا إنه الكلمة تكون سلاحهم، والكلمة والفكر هن أقوى سلاح بيملكوا الإنسان. في واحد واقف حد سيارة البيكانتو تبعه، كان معه رشاش وبلز يقوس على العالم. بعتقد في واحد ما بعرف كان من راسه عم ينزل دم، وواحد بعتقد تقوس من اجره عم بيقوس ب 45 درجه على المدنيين. منتمي او مؤيد لا الصف الثاني يلي نزلوا مع تيار الوطن الحر من جماعه نبيل الاولى، عم بيقوس 45 درجه قاتل على المواطنين. الا ان المتظاهرين امكنهم الانقضاض عليه ونزعوا السلاح من يده قبل ان يضربوه ويحطموا سيارته وهي من نوع بيكانتو.